تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين. هاي الأيام ما بنقدر ننسى أو نغمض عينينا عن الواقع المؤلم الموجود في غزة والقطاع. إحنا مسيحيين وإحنا مواطنين، بل إحنا أول مواطنين كمسيحيين، أول مواطنين زمنيا، مع أنه صار عددنا قليل زي ما بقول سفر المزامير عن الشعب العبري في هذاك الوقت، ولكنهم صاروا قليلين، باتوا قليلين أذلاء لكثرة الشقاء والعناء. فما الذي حصل أو ما هي مدينة غزة؟ طبعا مدينة غزة مذكورة في العهد القديم، مش راح نحكي عنها، يكفي أنه نعرف أنه دليلة مرت شمسون كانت من غزة. في هاي المناسبة نحكي أنه ترجمات الكتاب المقدس في اللغات الأجنبية ما بتحط، يعني ما بتحط فيلستي بالفرنسي، فيلستان بالإسبانيولي، فيلستيوس. مع الأسف في ترجماتنا العربية، هذا مش مقصود ولا أي إشي يعني غلط ولا تحريف، بحطوا الفلسطينيون، وهذا غلط، لأنه الفلسطينيون شو منفكر؟ إنه الحكي عنا إحنا، هي في الواقع الفلسطينيون. فلسطينيون هذول أجوا من جزيرة كفتور اللي كانوا يسموها كريت، اليوم بالعربي الفصيح بسموها إقريطش، لأنه فيش كلمة بالعربي بتبدأ بالسكون، إقريطش. مذكورة إقريطش على السريع طبعا في الرسالة إلى تيتوس، يعني الفصل الأول الآية الرابعة، هذيك المنطقة بقول له لقد تركتك في إقريطش لترتب الأمور وترسم بريزفيتيروس، يعني كهنة شيوخا في كل مدينة، اللي هي الخلافة الرسولية. هلأ أصلهم إذن من إقريطش، هذول الفلسطينيين أجوا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. إذن الإخوة اللي حضروا الندوة في بيت لحم اليوم راح يسمعوا برضو أشياء جديدة. في قلت أجوا أبونا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. هلأ في سنة 1000 قبل الحساب الميلادي داود النبي أيضا احتل غزة. شوف احتل في نفس الحقبة تقريبا يبوس، مدينة يبوس أو أورشليم اللي هي المدينة المقدسة، وأيضا غزة. سنة 730 الأشوريون اكتسحوا السامرة، السامرة يعني منطقة نابليوس هذيك المنطقة، وبعد الأشوريين أجوا الفرس. شوف قديش تقلبت عليها ممالك. ما تزعلوش يا عمي، الإسكندر الكبير المقدوني حاصر المدينة مدة 5 أشهر قبل أن يدخلها سنة 300. كانت محاطة بالأسوار؟ نعم، كان سنة أساسا معظم المدن كانت محاطة بالأسوار سنة 332، حتى يحاصرها 5 أشهر بإسكندر الكبير بعظمته، معناها كانت محصنة جدا. ولكن مع الأسف تم قتل معظم السكان، واستبدل من سكانها بعدين لما صار كل هالفراغ، البدو اللي في المنطقة دخل. بعد الإسكندر الكبير طبعا أجوا جنرالاته اللي كانوا انقسموا عادة، جماعة بطليموس
تولميوس يعني في مصر، وجماعة سالوقس في ما يسمى بالعرب بعدين راح يسموها بلاد الشام، الشام من الشؤم. أيوة الشام من الشؤم. نعم. أو طبعا في تفسير إسلامي يقول لك سميت بلاد الشام لأنها تقع شمال الكعبة. بس اليونانيين شو سموها كل هاي المنطقة؟ سموها أنت صدق سوريا. سوريا. طبعا أنتوا قاعدين زي أبو قاسم بياع الخيار، لا إلي ولا علي. هاي أتريتها سوريا غلطة. عمري فسرت لكم ليش سوريا غلطة؟ لا السوريا. لأنه هي أساسها بلاد آرام، يعني ما يسمى اليوم بسوريا اللي كانت لبنان قسم منه عبين ما الفرنسيين هم اللي قسموا سوريا بين سوريا ولبنان. إذا سوريا ولبنان وفلسطين كانت تعد كلها إيش؟ سوريا بلاد آرام، لأنه كانوا يحكوا آرامي. ليش اليونان غلطوا؟ لأنه كمان بلاد ما بين النهرين كانت تحكي آرامي، بس هذا آرامي شرقي. فبدال ما يقولوا السيريا، لأنه في اليوناني فيش حرف الشين، السيريا شو سموها؟ سيريا. عشان هيك خليني أقول لكم إشي تاني غلط، نقول سوريا فيش ضمة، لأنه أساس الاسم يوناني سيريا هو نفسه غلط، بدل السيريا بالإنجليزي سيريا. بالضبط، عشان هيك مش لازم أقول، يعني أقول لك سوريا يا ذات المجد، أتريته غلط. المجد بطل فيه، وسوريا لازم تكون سوريا. زي لما بقول لك نابلس غلط، نابلس بالعربي الفصيح العربية السليمة لازم أقول نابلس، لأنه نا الألف ساكنة والباء ساكنة ما بصيرش بالعربي حرفين لقاء الساكنين، ما بصيرش تبدأ بساكن، بصيرش تقول فرنسا، لازم تقول فرنسا، لأنه ما نقدرش باللغة العربية نبدأ بساكن. عشان هيك ما إما نقول كريت أو إقريطش، لأنه بالعربي بصيرش نبدأ بحرف ساكن، مش لازم نبدأ بالسكون. المهم إذا وين مصيبة غزة؟ إحدى مصايبها الكثيرة إنه صار في تنازع بين البطالسة، هدول تبعون مصر لأن قريبة على مصر، والسلوقيين. وطبعا دائما الشعب هو اللي بيدفع الثمن. اليهود الحشمونائيون احتلوها سنة 96 قبل الميلاد، هاي الفترة القليلة اللي كان فيها ملوك عند اليهود. و بدناش ننسى انه مرت هيرودوس مريم كانت من السلالة الحشمونائية، أكثر أحب نسائه إله، وبرضه قتلها يعني اغتالها من باب الغيرة والحسد. فبلاش جيزانكم يحبوكم زيادة عن اللزوم. بعدين كيف؟ سنة 63 قبل الحساب الميلادي، وهذا مهم قوي قوي، احتل هذا البلد هون اللي بعدين راح يصير اسمه رسميا فلسطين، مين؟ الجنرال الروماني بومبيوس. بومبيوس تتذكروا جنوب روما في مدينة اسمها بومبيي، هاي اللي ضربها زلزال سنة بركان كمان سنة 90 ميلادي، وعلى الحيطان ايش بتلاقوا؟ الصلبان. طيب ليش تقولوا يا ابونا هلكنا بهالتاريخ؟ صح؟ لانه السيد المسيح لما ولد
ولد تحت الحكم الروماني وصلب حسب ايش الحكم الروماني. وامتى بدا هذا الحكم الروماني؟ من سنة 63 قبل الحساب الميلادي. ومع انه هيرودس الكبير كان اولاده طبعا، ولكن في زمن المسيح خصوصا لما المسيح صار ابن نحو 30 سنة، مين اللي كان يحكم ويرسم؟ الوالي الروماني. ومين اللي حكم على المسيح بالموت؟ بيلاطس. الوالي الروماني بونتيوس بيلاطس. برضو هاي مناسبة لكم انه وشو وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. غلطة هاي، لانه منفكر انه ايش، انه هو بيلاطس من بلد اسمها بنطس. غلط اساسا هاي العباره. لازم ايش نقول؟ بونتيوس بيلاطس، مش انه اسمه كان بونتيوس. هو اسمه كان بونتيوس، بيلاطس هذا لقب شرف، بيلوم يعني الرمح، نابيلاتوس يعني حامل الرمح، زي ما اليوم بيعطوا واحد لقب فارس القبر المقدس. طيب نوصل لزمن السيد المسيح، نتخطى طبعا تواريخ تانية. بعد سنة 313 هذا إشي حكيناه في الندوة السابقة، صار في حرية للمسيحيين، حرية العبادة الرسمية للمسيحيين. القديس بورفيريوس الله قدره أنه يقضي على 8 معابد وثنية ويحولها لكنائس بين سنة 396 إلى سنة 420. هلأ ازدهرت المسيحية على زمان القديس بورفيريوس. بدناش ننسى كمان حركات النسكية والرهبانية اللي اجت من مصر، من القديس أنطونيوس الكبير وتلاميذه، من القديس إلاريون، واجت بعدين على المنطقة هاي. واحنا هون اقرب الناس في بيت سحور الى الصحراء والى كل هالأديرة العظيمة اللي موجودة لحديث اليوم، اللي هي دير مارسابا، دير مارثيودوسيوس، دير القديس جورج كوزيبا، هاي جنب أريحة. شو كمان عندنا أديرة يعني أديرة اللي دمرت هنا في منطقة الخليل. نعم طبعا بتسمع عن وادي خاريطون يعني الفرح، يعني خاريطون الفرح. ايش كمان يعني عندنا أديرة كان لا عد لها ولا حصر هنا. طبعا وين بدأت الحركة؟ في مدينة غزة، وحوالين غزة في كتير آثار مسيحية في القرى موجودة لليوم، حيث لا وجود مسيحي. حتى مدينة غزة لم يبقى فيها أكثر من 1500 مسيحي، على ما لا يقل عن 800,000 نسمة. هي أول مدينة ازدهرت فيها المسيحية طبعا، والعرب المسلمين دخلوها، بل هي أول مدينة دخلها العرب المسلمين من فلسطين سنة 635. في مراجع تانية بتقول 637، وهي كانت منذ الحكم الروماني شو كانوا يسموها؟ كانوا يسموها عاصمة فلسطين الأولى، لأنه كان في 3 فلسطينات. بهالثلاث فلسطينات في القرن الرابع والخامس كان توصل، إذا مش السادس كمان، كان يتوصل عنا عدد الأساقفة إلى 49. 49 أسقف، تصور اليوم محل ما في يا دوب خوريين ونص في غزة، يعني كان في بهذيك المنطقة وكل المنطقة الصحراوية
غير طبعا فلسطين هون كان عندنا 49 أسقف. هذا في فلسطين ولا في غزة؟ غزة. غزة. لا مش في غزة لحالها. غزة والصحراء. في الثلاث فلسطينات اللي بسموهم ثلاث فلسطينات اللي هو توزيع روماني يعني. كان في حتى الأسقف أسكليباس اللي كان أسقف غزة ومثلها في مجمع نيقيا الأول سنة 325 سنة 325. مثلا كان في معبد للمعبود مانس القديس بورفيريوس حوله الى كنيسه القديس يوحنا المعمدان وهو اليوم جامع غزه الكبير. الجامع الكبير في غزه ما هو غير كنيسه القديس يوحنا المعمدان. نفس المكان كان في الزمانات معبد مانس. أول ما العرب دخلوا العرب المسلمون لأنه ما كانش في غزة لا كانوا لا مسلمين ولا عرب زي القدس اللي هي إيليا لا كانوا لا مسلمين ولا عرب كانوا يتكلموا إما سرياني أو كمان كثير ناس كانوا يتكلموا اليونانية لأنه كان لغة دولية ودائما المسيحيين عندهم حب للغة اليونانية. ليش؟ لأن كمان عندي حب كبير للغة اليونانية. ليش؟ لأن لغة العهد الجديد وعشان هيك اللغة القبطية تكتب بأنه أحرف أحرف اليونانية ما عدا سبع أحرف مش موجودة باليوناني فاخترعوها الأقباط. اللغة الروسية كمان كثير من أحرفها أحرف الكيريليك نعم. منسوبة القديس كيريلوس وميثوديوس كيريليتسا نعم القديس كيريلوس وأخوه ميثوديوس هو أحرف يوناني. الآن اللي حصل إنه كان في شوفوا كل الشعوب اللي كانت موجودة مخلوطة مصريين قدماء طبعا أساسا نسيت أقول أساس غزة أساسها هي كنعانية ولكن بعدين الغزوات الفلسطينية خصوصا بخمس مدن بنتابوليس غزة عسقلان أسدود عقرون جد هاي كان في حتى سامريين ولكن أول ما دخل العرب المسلمون إلى غزة هرب السامريون قال لك ملناش خبز هون والمسيحيون أجبر عدد منهم على اعتناق الإسلام في ناس منهم صار مسلم عن طيب خاطر المهم إنه صار عددهم إيش وأصبحت صاروا مين اللي صار مسؤول إداريا في الحكم العربي عن غزة جند فلسطين جند فلسطين وكانت هاي قسم من ولايات بلاد الشام وبعدين ظلت هيك حتى حكم الامويين ثم العباسيين بعدين اجوا المماليك والى اخره وبتعرفوا تاريخ اليوم. ملخص حديثنا بنيجي لزمن المسيح مش مذكوره كلمه غزه سوى في سفر اعمال الرسل فصل عفواً 8 آية 21 قال ملك الرب لفيليبوس اللي هو الشماس فيليبوس مش الرسول فيليبوس فيليبوس كلمة يونانية معناها محب الخيل يعني الفارس اتجه نحو الجنوب إلى الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة وهي طريق مقفرة نقول يا ريتها ظلت مقفرة بدل ما تعمر ببشر اللي يقصفوهم صح ولا لا وكل كل هالارواح اللي هيك بتروح سودان ومش بس طبعا النساء والاطفال والشيوخ بل كمان ها
المناضلين الفلسطينيين كمان، يعني حرام إنسان يموت. خلينا نقولها بكل صراحة، إحنا مضبوط بنحزن وبنشفق لأنه هذول من شعبنا، وحتى اليهود اللي بموت يا عم حرام يموت. شوفوا هالجنون، عشان الأرض بقتلوا الإنسان. كان في كلمة مشهورة للملك المرحوم حسين الحسين بن طلال، الإنسان أغلى ما نملك. عشان الأرض قاعدين بقتلوا الإنسان. إيه؟ ولا بنتذكر في سفر بعتقد العدد هالكلمة، وفي آية 23 بس مش متذكر الفصل، لما راحوا الجواسيس على دخلوا من نهر الأردن على أريحة على زمان يشوع بن نون، وسألوهم تعرفوا يعني استعانوا بخدمات امرأة، مع الاحترام للأخوات هون أخلاقها شوي نصكم يعني، استعانوا فيها. بعدين لما رجعوا سألوهم اليهود شو هالبلد هاي، قالوا لهم سكانها جبابرة، يعني أبو عمار كان يقول شعب الجبارين، كان ما جابش إشي جديد، أو كأنه رجعنا لهذاك التاريخ. بعدين قالوا كلمة غريبة، عبارة غريبة بالعبري، إيريتس أوخيلت يوشفيها، إنها أرض تأكل سكانها. وفعلا هاي الأرض شوفوا عمرها ما ارتاحت ودائما تأكل سكانها. ما هي العبرة إلنا إحنا؟ العبرة إحنا كفلسطينيين، معروفة بديش أزايد ولا أعمل وطنية زايدة، أنا نفسي ابن عائلة لاجئة مرتين، بديش أقعد أتفلسف، ولما واحد بقعد يتفلسف بقول له يقعد ويسكت، لأنه يكفي وضعنا إحنا. عائلتنا تهجرت مرتين 48-67 في نفس القدس. طيب إذا بديش أحكي من الناحية الوطنية اللي هي معروفة إنسانية، بدي أحكي من ناحية مسيحية، بغض النظر عن الظروف ومين بطخ ومين ما بطخش، وهل هي إشي تعرف الناس ندخل بغياهب السياسة كمسيحيين، وأنا كرجل دين دون مؤاخذة، بدنا نحافظ على كياننا المسيحي. كياننا الفلسطيني هذا مفروغ منه أيضا، ولكن كياننا المسيحي ما بدناش يصير فيه بيت لحم هجرة للمسيحيين، لدرجة إنه زي ما بقول أحد الوجهاء الموجودين هون إنه اختفى عنها الوجه المسيحي. هاي بلاد المسيح زي ما كان يقول، طبعا بستشهد الآن برضو بالرئيس الرمز أبو عرف أبو عمار، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من بحر غزة إذا بس مش وقت القصف طبعا. شكرا. اسمه هي أبونا من خبط.